أهلا بكم من جديد، هلا وسهلا بك جيلان. هل أنت من عشاق الماتشا؟ منيح أنه لا، لا يعني ما كتير، يعني هي لها ترند 3 سنوات الأخيرة تقريبا أو 4 سنوات. ما حبيتها كتير، أنت حبيتيها؟ هو الترند يعني خلانا نتوهم باننا نحبها وانها شيء لذيذ يعني. ايه وحكى عنها انه مضاده للتوكسيك وهيك يعني. بالضبط، لها فوائد كثير وايضا لها بعض المخاطر ايضا، وهذا راح يكون نقاشنا اليوم. انها تحتوي على الرصاص وتدمر الحديد في الجسم. الحديث عن شاي الماتشا الذي اطلق عليه اقوى المشروبات الصحيه، والذي يعتقد انه يحارب الشيخوخه ويحسن الجلد، يعزز التركيز ويزيد من الطاقة، ولكن على العكس تماما انطلقت توصيات مختلفة من استشاريين وأطباء يحذرون من الاستهلاك المفرط لمشروب الماتشا. تدمير الشباب الصغار، ما أنصح تاخذوا ماتشا حديدكم، أهم منكم تاخذوا ماتشا. أنا لاحظت أن المريضات يأخذون ماتشا بشكل مهول، خاصة الشباب الصغار، البنات الصغار، ولها علاقة قوية جدا بنقص الحديد. فما الماتشا نعم لها فوائد، لكن انتم في العمر الصغير ترى ما تحتاجون انتي اوكسيدنتس وانتي انفلاماتوري، لان اصلا ما عندكم موت للخلايا في العمر الصغير هذا. فالماتشا تعتبر حلوة لحق العمر 30 وفوق او 40 وفوق. كمية الاستهلاك اللي طايحين فيها تشربون كلكم عصاير الماتشا على انها تعطي طاقة وتعطي قوة ومصدر زين، يأثر على حديدك، يأثر على جسمك، وما انصح فيها بتاتا. يمكن وان سويك از انف انك تاخذين بعض الفوائد من الماتشا. ماتشا وقهوه وكافينيتد درينكس نو ات اول، ممنوع باتا. وطبعا مع الضجه حول فوائد الماتشا انخفض مخزون الانتاج بشكل كبير. نتابع المزيد مع الزميله ريان الظاهر. يسعد صباحك ريان. صباحك بالخير يا ريم. بسبب ازدياد الطلب عليها انخفاض مخزون الماتشا في السوق بالأرقام. تعالوا نتعرف كم يبلغ حجم مبيعاتها عالميا. أولا، يقدر حجم سوق ماتشا بنحو 4.25 مليار دولار أمريكي في 2024، ومن المتوقع أن يصل إلى 6.68 مليار دولار أمريكي بحلول 2029 بمعدل نمو سنوي قدره 9.46%. ولكم أن تتخيلوا خلال 25 سنة الماضية زادت مبيعات الماتشا في الأمم المتحدة 5 أضعاف لتصل إلى أكثر من 10 مليارات دولار أمريكي. طبعا تحتل الولايات المتحدة المركز الأول في استيراد ما لا يقل عن 110 مليون دولار، وتأتي الصين وهونغ كونغ تحديدا في المرتبة الثانية بقيمة واردات تبلغ 80 مليون دولار. لكن ليس لشعبية الماتشا وحدها والطلب المتزايد عليها ينخفض مخزونها، بل لأن الماتشا أو أوراق شاي الماتشا للأسف يندر وجوده مؤخرا في اليابان. مع ريم نفتح الملف، عودة إلى ريم. شكرا ريان على هذه التفاصيل. نرحب معنا بالاستديو بخبيرة التغذية راما البيك. سعد صباحك. صباح راما. نور. يعني الماتشا لها ترند الآن السنوات الأخيرة، والكل مقبل على الماتشا بجميع الأعمار. صحيح. يعني صغارا وكبار ومراهقين، ولكن يبدو أن لها مخاطر وأثار جانبية خطيرة. صحيح. هلا اول شيء في وحده فيكم تحب الماتشا؟ انا صراحه بدي احكي اشياء فاجئيني. ما كثير، انا حسيتها كثير مره مش طيبه. هلا ايه، حسب كل شخص وتفضيله. انا عني شخصيا ما حبيتها للماتشا. هلا الماتشا في لها فوائد وفي لها اضرار. والماتشا هي نوع من انواع الشاي الاخضر، وانتشر هذا الترند خلينا نتذكر باوائل القرن ال21. هلا 2021 من بعد الكورونا. بالضبط. من بعد ما بلشنا نهتم بالصحه اكثر وبالاشياء الهيلثي. سو بيسكلي الماتشا هو شاي اخضر، بس الفرق انه هي النبته مزروعه بالفي، فنسبه الكلوروفيل فيها اعلى. الكلوروفيل وفيها الثيانين اللي هو حمض اميني بيساعد على التركيز. هي بس فائده الماتشا. اما بالنسبه لمحتويات الكافيين فهي مثل القهوه، مثل الشاي الاخضر، مثل اي عنصر فيه كافيين يعني بزيد بس الانتباه. ليه بيقولوا انه فيها كافيين اعلى بكثير من بقيه الشاي والقهوة؟ هو ما فيها كافيين أكتر، بس الكافيين يلي موجود فيها مثل ما خبرتك فيها الكلوروفيل وفيها الالثيانين بيزيد التركيز. أما نسبة الكافيين ككافيين بين 60 لـ90 ملي جرام بكوب، يعني مج 250 ملي جرام مع مي أو حليب فيه 60 لـ70. بس فكرتها هي بتطول فترة التركيز. يعني غير القهوة والشاي الأخضر. يعني فبتصير فترة التركيز بين 6 لـ8 ساعات. بس هذا الشيء ممكن يعمل عوارض او
أضرار مثلاً للأشخاص اللي عندهم مرض قلب وسكر وضغط. القلق ممكن يزيد من معدل ضربات القلب، ممكن مستويات السكر ترتفع، ممكن الأشخاص اللي هن بالأساس عندهم قلق أو نوبات هلع الماتشا تزيد من هذا الشيء. عكس القهوة والشاي الأخضر، الجوريشن تبع التأثير تبعهم بين الساعتين للأربع ساعات وبعدها بتروح، لكن الماتشا أطول. تماماً، الماتشا أقوى، خصوصاً للبعض بيشربها أكثر من مرة في اليوم يعني، وهذا الشيء غلط. يعني أنا بشكل عام يومياً نحن مسموح ناخذ 400 ملي جرام من القهوة. يعني إذا بدي أقسم لك ياهن على ثلاث أنواع مشاريب، كوب من المج البلاك كوفي وكوب ماتشا وخلص إنف. هيك بتكون نسبة الكافيين أنت عندك معتدلة، ما بيصير في عندك قلق، ما بيصير في عندك توتر، لأنه هذا الشيء كله بنعكس عليك بالليل، وحسب طبعاً كل جسم وله استجابة. يعني مش أنه بتمنعيه بالمرة مثل ما تحدث البعض أنه هي كتير مضرة، مش لهالدرجة، بس أنه الحد مضرة منها. أنا بقلك ليش؟ لأنه صارت كتير ترند، وصار العالم ياخدوها على الرايحة والجاية، وبدل ما ياخدوا one drink per day صاروا ياخدوها أكتر من one drink. غير هيك صاروا يحطوها بالمنتجات الأكل. يعني صار في براونيز بالماتشا، بريد بالماتشا، صاروا يستخدموه بعدة أشياء غير إنه الدرينك. فأنت كثرة تناول هذا الشيء باليوم مضرة أكثر للمراهقين والأطفال أكثر من يعني كأنك عم تاخذي ريد بول. كيف الريد بول بتزيد التركيز وبتزيد الكونسنتريشن، بتزيد من معدل ضربات القلب. في ناس تضرب معهم بحالة عكسية مثلا، نعم، تأذيهم، بتضرهم. ذكرتي انه في فئات معينة ممكن تضر اكثر من غيرها، زي اللي عندهم الضغط واللي عندهم السكر، ولكن خلينا نتكلم ايضا عن الآثار الجانبية الشائعة اللي ممكن تحصل من تناول الكثير من الماتشا. هلا تناول الكثير من الماتشا بيعمل وجع على المعدة، لانه فيه معادن ثقيلة، كونها هي نبتة من شجر، فبيكون حسب التربة إذا كان فيها معادن كتير فممكن تكون كتير تقيلة على المعدة، وخصوص إذا أخذتيها الصبح على بطن فاضي. وهذا هو الجدل اللي حاصل، إنه يقولوا إنه الآن هي بتمتصل كثير من المعادن الثقيلة من التربة، وهذا بيضرنا. صحيح، وغير هيك بس بيضرك أنت، الكلاوي هي المسؤولة عن تصفية أو تنظيف الجسم، ففي عم بيصير ترسبات بالكلاوي، فمن وراء ترسبات بالكلاوي عم بيصير في بحص الحصى بالكلى. هاي ما عدا انه عم بتاثر مثلا على الجهاز الهضمي، ما عدا عم تاثر على حركه الامعاء بشكل عام. فنحن رحنا للترند للاكستريم، يعني ما انه اخذنا الترند برواء، رحنا لا للترند بالاكستريم، فلذلك في له اثار عكسيه. طيب في بعض الناس لما بيشربوا الماتشا بيشعروا بهبوط في الضغط، بيشعروا بتعب، خصوصا اذا اخذوها على معده فارغه وما هم اكلين، بيحسوا بالفعل انها بتاثر عليهم. هي تعتبر من الاعشاب اللي يجب ان تؤخذ بشكل معين او لناس معينين؟ يعني حتى لو انا لا اعاني من الضغط والسكر، ولكن بالفعل عن تجربه عندما اخذ الماتشا وانا مو اكله بحس بهبوط، بحس في حراره في جسمي، بحس اني على وشك اني راح اتعب او ممكن ادوخ. اوكي، هلا هي بسبب انت وقت بتاخذي شوت الكافيين مثل ما خبرتك انت، وحسب كمان طريقه تحضير الماتشا. طريقه التحضير يعني مثلا 1 تي سبون معلقه شاي وحده فيها قلت لك بين ال 50 لل 70 ملي جرام من الماتش من الكافيين. فانت ما بتعرفي، ممكن حاطين لك اكثر، فانت تاخذي الشوت تبع الكافيين اعتبريها مثل القهوه، بس قلت لك فرقه بتزيد التركيز. فانت وقت بتزيدي التنشن على جسمك، بتزيدي التوتر على جسمك، فبيعطيكي رده فعل عكسيه، فبصير في عندك هبوط، هبوط بالسكر، بتحسي حالك تعبانه او مرهقه، او دقات قلبك بتزيد، او بتصير دقات قلبك بطيئه. فهي الشوت اللي انت اخذتيه لانه فيها تركيز عالي بالفعل، يعني لازم الواحد ينتبه لهذا الموضوع. صحيح. وياخذها بتقنين اكثر وبكميه محدده. اشكرك جدا خبيره التغذيه رام البيك، شكرا لك.